اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جاي بوجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح، حبت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل فرحها وروح، ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم مش من ما فيه، وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش، أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم عماد فين؟ في الحزب هنا. وحضرتك هتحضري جنازة جيهان بكرة؟ بتهيألي دي آخر حاجة ممكن أكون بفكر فيها دلوقتي يا بهجت. أنت مش شايف قدامك ولا إيه؟ حضرتك هتعمل ايه؟ هخليهم يدخلوا لي عيلين تلاتة من اللي بره دول، وحبس اللقاء ده على الهوا. مسألة إن احنا ندخل عيلين تلاتة دي بسيطة، ونبس اللقاء على الهوا دي أبسط، بس أنتِ ضامنة الولاد دول هيقولوا إيه؟ ما تقلقش، أنا هعرف أسيطر على الأمور. أنا اجتمعت بيكم بنفسي عشان أرد على كل الأسئلة اللي عايزين تعرفوها وتفهموها.
احنا عايزين نعرف الحقيقه، عايزين نفهم، مش عايزين يضحك علينا تاني. ومين اللي هيضحك عليكم؟ احنا مش عارفين ايه اللي حصل للرئيس اللي احنا انتخبناه، ولا مين ورا اللي حصل، ولا هو حالته ايه دلوقتي. احنا عايزين نعرف ايه الوضع، فين الشفافيه اللي انتوا وعدتونا بيها؟ هو في شفافيه اكتر مني؟ انا نفسي قاعده بتكلم معاكم. اطمن، البلد بخير الحمد لله، ومفيش اي حاجه هتاثر فيها، والرئيس كمان الحمد لله بخير، ربنا نجاه عشان يقدر يخدم بلده ويحميها وينفذ كمان كل اللي هو وعدكم بيه. طب هو فين؟ عايزين نشوفه، عايزين نطلع للشعب يطمنهم بنفسه. احنا خلاص ما بقاش يضحك علينا تاني. انا اقرب واحده من الرئيس، ولازم تثقوا فيا زي ما وثقتوا فيا وفيه قبل الانتخابات، وعلشان كده انتخبته. انتوا عارفين كويس قوي ان اللي حصل ده ما عداش لسه عليه 48 ساعه، هو محتاج وقت مش طويل عشان يقدر يظهر للناس ويتكلم معاهم، علشان ما نبقاش احنا كده بنضغط عليه. لو انتوا بتحبوه بجد لازم تقفوا جنبيه وتساعدوه. اصبروا شويه وهتتاكدوا من كلامي. وباي صفه؟ واحنا ايه اللي هيخلينا نصدق واحده ستر؟ الله 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 الله، بارك الله فيك. انت بتشتغل يا اخي؟ طبيعي. بارك الله فيك. انا صفتي السيده الاولى زوجة الرئيس، واحنا ما عندناش الالقاب دي لا في بلدنا ولا في ثقافتنا. ابقى نائب رئيس حزب الاغلبيه اللي الرئيس اترشح عن طريقه ونجح في الانتخابات. انت بقى مش عاجبك ان يبقى في واحده ست في المنصب ده؟ بصوا وشوفوا الدول المتقدمه اللي انتوا لما قمتوا بالثوره كنتوا عايزين تبقوا زيهم. بص الست هناك منصبها ايه وموقعها، الواجبات، السياسات اللي بتقوم بيها. اذا كنت انت بقى عايز تقلل من دور المراه وشايف انها اقل منك عشان كده ما تقدرش تصدقها في اللي هي بتقوله، انا متاكده ان ثلاث ارباع الناس اللي معاك بره قاموا بالثوره دي مخصوص عشان يكسروا كل الحواجز اللي انت بتتكلم عنها ديت. لازم تصدقوني، البلد مش في حمل اي هزات، انا كل طالباه شويه ثقه. وبعدين يا سيدي لو حصل اي حاجه لموا بعضكم تاني وتعالوا عند القصر، خلاص ما بقاش في اي حاجه تقدر تمنعكم. بس ارجوكم لو احنا فعلا عايزين نعد الظروف الصعبه اللي بتعدي بيها البلد ديت، لازم نحط ايدينا في ايد بعض. احنا هنمشي عشان البلد فعلا محتاجه اننا نثق في بعض، وبعدين الشارع مش بعيد علينا. بكو خيبه، ممكن نرجع هنا في اي وقت. ابو قابلوني. عايزه البوفيه هنا بس رجعوا على ورا شويه. ها حاضر يا فندم. ايه تاني؟ مكان الدي جي هايل. اوكي، كل اللي هنحتاجه اضاءه بس زياده، كل النخل اللي هناك ده حاضر يا فندم. وهنا نخل هنا. صباح الفل يا ريس. صباح النور برضو يا ريس. دي الحاجة الوحيدة اللي أنا متأكدة منها إن شاء الله. أنا بس برافو عليكي، لحقتي عملتي كل ده إمتى؟ واضح إن أنت بدأتي من بدري قوي. طبعًا، ما هو الجزء الأولاني من الحفلة كله نهار، والباقي بقى بالليل. بس مش كنا عملنا التجهيزات دي جوه أحسن؟ بقى في حد يبقى عنده المنظر التحفة ده يعمل حفله جوه البيت؟ طبعا لا، بس انا قريت ان في احتمال تقلب في الجو وارد قوي ان يكون في هواء جامد. انت بتصدق برضو الارصاد الجويه يا ريس؟ خليها عليا، اثق فيا. شوف الشمس عامله ازاي النهارده، هيبقى زي الفل. عارفه احلى حاجه فيك ايه؟ ايه؟ انك واثقه قوي من كلامك. بس يا ريس ربنا يكرمك، ربنا يخليك. هسيبك مع تليفونك، يلا خدي راحتك. انا اذنك. اتفضل يا فندم، اتفضل. عايز ايه يا زفت الطين يا سامح؟ الله يخرب بيتك يا شريف. شريف الو. ايه يا بهجت، عملت ايه في الفستان؟ حبيبي يا بهجت حبيبي. لا 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 لا، بص انا عملت مكياج ورحت للكوافير، اعدي بس البس الفستان. ها الحمد لله على السلامه يا طنط. الله يسلمك يا حبيبتي. الحمد لله جت على قدك. الحمد لله الحمد لله. مريم عرفت؟ كلمتها؟ انا كلمتها عشان خاطرك بس طبعا الهنا ما ردتش.
معلش انا بس قلقانه دلوقتي، حماتي هتبقى قلقانه عليا قوي، هي والبنت منال. ممكن تكلمهم يا سامح والنبي؟ ماشي. ايه يا منال كل ده بتوضبي في حته شنطه؟ انا مش عارفه ايه اللي اخر جمال كل ده يا نوجه. يا دي جمال، انا مش قلت لك بلاش تكلمي جمال ده؟ يا نوجه هو مين يعني هياخد باله من البيت والمطعم واحنا مسافرين؟ البيت والمطعم يا حنينة. يو يا نوجه انت على طول كده قفشاني يا شيخه بلا بتاع بقى. ايه ده، انت برضه مسافره يا نوجه؟ ايوه يا اخويا. عندك مانع؟ لا ابدا، انا خايف عليكي بس المشوار طويل وخايف لا تتعبي. ايوه انا قلت لها كده برضه، هي صممت تسافر. جرى ايه انت وهو؟ انتوا فاكرين اني بكعبل في خيالي ولا ماشي على عكاز؟ انا اصبى منك ومن امك. اه مش القصد يا نوجه، بس الموضوع كله احنا خايفين عليكي. لا يا اخويا ما تخافش. طب انت عرفت في انهي مستشفى؟ اهو بقى كل واحد وضميره، بيقولوا حطوها في مستشفى حكومي. طب هي مريم معاها؟ وانا ايش عرفني يعني يا جمال مريم معاها ولا مش معاها؟ في ايه بقى؟ يلا يا تيتا. يلا يا اختي احسن انا هتشهل. عندك انت جمال. نعم. معلش خلي بالك من البيت والمطعم واحنا مسافرين. في عناية لحد ما تيجوا بالسلامة يا منال، خليك من نفسك. انا هدفع 1000 جنيه عشان خاطرك يا شريف، احنا كنا متفقين على 750 بس. ها مساء الخير. اهلا. مساء النور يا مدام سميه. خليكوا خليكوا، عامله شغل هايل هايل. انا بتعلم من سيادتك. الحمد لله على السلامه. مالك بتقولها من تحت ضرسك كده ليه؟ لا ما تقوليش انك انت لسه زعلان مني. انا عمري ما زعل منك ابدا. على فكره اي اتنين متجوزين ممكن يعني يحصل بينهم خلافات، ده مش معناه انهم هيتخاصموا. مريم عامله شغل هايل هايل. ايوه انا اسفه، انا كل حاجه تمام وجهزت كل حاجه، هوصل بس لحد البيت البس واجي على طول. عايزين مني حاجه؟ لا تتاخريش عليا. لا طبعا يا فندم. بعد اذنكم. اتفضلي. على فكره انا حكمي هيكون مؤجل. انا خلاص انا حكمت. براحتك احكمي، بس انا ما حكمتش. انا واثقه من حكمي. اوكي على اذنك. ادخل. تحفة، ما كنتش متخيل انه هيبقى بالشياكة دي عليكي. بجد يا باجد حلو عليا؟ ايه اللي حلو؟ ده يجنن. انت بتجيب الحاجات دي منين؟ الفستان ده شكله غالي قوي. انت عايزة تعرفي كل حاجة؟ ده سر المهنة. شوقته. يا نهار اسود. ايه في حاجة؟ ماما وقعت ونقلوها المستشفى. أنا لازم أروح لها. أيوة بس هي في أنهي مستشفى؟ طب والحفلة؟ حفلة؟ أنا أروح لها بسرعة عشان ألحق الحفلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف سلامة عليك يا ماما، إيه اللي حصل ده؟ قدروا لطف الحمد لله. سلامتك يا حبيبتي. إزيك يا نوكا؟ أنت جيتي إمتى؟ أول ما عرفنا نزلنا على طول. وحشتيني يا نوكا. معلش يا ماما، ألف سلامة عليكي. هما الدكاترة قالوا إيه؟ هتستني ولا هتمشي؟ لا هي ممكن تخرج في أي وقت. أحسن برضه. جو المستشفيات أصله بيعيي. ألف سلام عليك يا ست الكل، ارجعي بقى البيت ترتاحي هناك. ما أنا كنت راجعة بيتي عشان أستريح هناك، بس النصيب جابني لحد هنا. بس خير برضو، دي إشارة من ربنا. ربنا بيقول لي ما تمشيش من هنا إلا لما أخدك معايا رجلي على رجلك. تاخدي مين؟ مريم مش ماشية من هنا. يا مريم بقى اسكتي يا بنت أنت. بقول لك إيه؟ شغل الحواديت والحركات ديت مش هيخش عليا. مريم اصلا لو كان ينفع ترجع
ما كانتش جت هنا من اصلي. ما تقول لهم يا نوجة. انا جيت اعمل اللي عليا واطمن عليك يا ماما. الف الف سلامه. لازم بقى ارجع شغلي. عن اذنك. ده انتوا كلكوا هنا بقى برابطة المعلمة. بص يا صديقي العزيز، الغاء الدعم عمره ما كان موضوع للنقاش. هو اساسا مش موضوع على اجندتي، مستحيل ابدا بيه، مستحيل. بس يا هاشم بيه، الانتعاش الاقتصادي مش ممكن يحصل طول ما دعم موجود، ده لو عايزين نعمل اصلاح حقيقي. يا صديقي العزيز، بس احنا نوصل للسلطه نقعد على الكرسي وبعدين نشوف اذا كنا هنضيف ولا هنلغي. الو، فين انت؟ فين؟ هو حفله زي كل يوم. ماليش انا بقى في جو الحفلات السياسيه ده خالص. هم بيقعدوا يعرضوه على بعض، ده ناس يعملوا ستريبتيز لبعض. انا العيال راحت السينما بقى، فانا قاعد زي انت. فين؟ طب حلو قوي، انا جاي. طب اخبارك ايه في الستريبتيز بقى؟ بدور عليها، استني. شفتها في لي معايا دلوقتي. تضحكي؟ اوعي تفتكري اللمه اللي انت لماها لي دي هتقدر عليا. تبقي بتحلمي. انت جيت ورانا يا جمال؟ نعم يا اختي، جيت ورانا يا جمال. انت فاكره يا بنتي يا اساس جانتي هصدق الفيلم بتاعك ده؟ يا ريت مش من وشي دلوقتي. مش هتمشي يا مريم لما نتكلم مع بعض الاول. نتكلم في ايه يا جمال؟ اديني سبب واحد، ايه اللي يخليكي تسيبيني وتمشي؟ انا حره، لا انت ابويا ولا جوزي ولا حتى متكلم عليا. ولما انت عايزه تمشي ما قلتليش ليه؟ ايه يا عم انت؟ هو انت ولي امري؟ لا مش ولي امرك، بس بحبك والناس دي كلها عارفه ان احنا بنحب بعض. ما تقولوا لها يا جماعه سبتين ليه؟ جالك الخبر من الحملة؟ سامع بتقولي ايه؟ جالك الخبر من الحملة؟ طبعا. امتى بعتهم؟ معرفش. امال مين اللي يعرف؟ شفت الخبر والصورة اللي نزلوا؟ ايوه يا سيدي. طب هتعمل ايه؟ هعمل ايه في ايه؟ طبعا طبعا هتعمل لي مشكلة كبيرة جدا. يا الله يا الله، معقولة ده يحصل؟ خصوصا وفي مرشح اسلامي نازل قصادي. اهدى. انتوا لو عايزين توقعوني مش هتعملوا كده، وفي الاخر تقولي اهدى اهدى. بيبي اهدى اهدى اهدى. كل مشكلة ليها حل. راجع كده الهوا ده كله يحصل. يا حبايبي بس بقى اتفضلوا يا جماعة، اتفضلوا جوه. اتفضلوا 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 أنا مش هرجع لا مزاجي ولا غصب عني. قولي له يمشي ويسيبني. قولي له. يا جمال سيبها تخفى في 60 داهية عشان دي شرشوحة ممكن تفضحنا في المستشفى كلها. يلا في 60 داهية بره. أنا وعدتك إن مريم ليك،
وعلى جثتي ان حد تاني غيرك ياخدها. شفتوا البنت لابسه ايه؟ وعامله في نفسها ايه؟ لا والله كده عيارها هيفلت. جمال انا عايزاك في مشوار مهم، تعال معايا. بقول لك يا نور، مش معنى انا بختار تاني اجي معاك المشوار ده. يا اخويا ما تفتكرش نفسك مهم، انا ما اعرفش اجي هنا لوحدي، وما كانش ينفع اطلب من حد منهم يجي معايا على الاقل دلوقتي، ما لقيتش غيرك. فهمت؟ فهمت يا نور. والنبي انت طيب وجدع يا جمال. يا خسرت كانوجة في العجز. ليه؟ دي زي شباب اهو، ربنا يديك الصح. صحة موجودة، بس فين النفس؟ بس المكان ده غريب قوي. ما هو ده رجب طول عمره غريب، ما حدش فاهمه. هو طيب وابن حلال، بس ما تفهمش ليه كده حاجته كلها غريبة، بس لما تشوفه هيعجبك. يا حبيبي يا حبيبي إيه حيوان؟ مين ده اللي صوته بيعلى على صوت الست يا بقر؟ في ايه؟ في ايه؟ ماما ازيك؟ ازيك انت يا بنايا؟ وحشتني. وانت كمان وحشتني قوي. عامله ايه؟ وريني طولك وعرضك. لسه مبقوت زي ما انت، ما بتاكلش. ماشي انت اهو بقيت حلو والله. ياما انت عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. يا اختي قومي يا اختي. تعالي على مهلك. انا استهان. ازيك يا عم مصطفى؟ اهلا يا فندم. هي الحفله خلصت ولا ايه؟ اتفضلي يا فندم اتفضلي. يا نهار اسود، هاشم بيه؟ لا هاشم بيه، ما انا هاشم سفت. شايفة؟ شايفة نتيجة اقتراحاتك حصل ايه؟ هتردي تقولي انا قلت لك من الصبح، قلت لك ايه اللي ممكن يحصل وانت ما سمعتيش كلامي، وادي نتيجة الحفلة باظت، واللي كنت عاوزه من ورا الحفلة اتأجل ويا عالم. طبعا اذا كنت مش عارف انظم حفلة يبقى هحكم بلد. لا وبعد ذا كله تقولي لي مش عارفة رايحة البس وتغيبي بالعشر ساعات. انت على كل شغل اللي معانا انتهى خلاص، شغلك هنا انتهى. بكلمي سمية لو ليكي فلوس تاخديها. خلاص الكلام انتهى. ما كانش ليها اي لازمه اللفه بالموتوسيكل دي. انا غلطت غلطه كبيره قوي، انا مش عارفه مين اللي صورنا وصورنا ليه. طب اهدي شويه وعادي عادي. ما هي الانتخابات كده عامله زي الحرب، وكل طرف يستخدم فيها اسلحته، المشروع وغير المشروع. ما
بعدين انت من امتى مهتمه بالانتخابات اصلا وان باباكي يكسب؟ مين قالك ان انا مهتمه بالانتخابات ولا تفرق معايا؟ انا ما يفرقش معايا يكسب ولا يخسر، بس على الاقل يوم ما يخسر ما يبقاش بسببي. انت مكبره الموضوع قوي. الصوره دي عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه على فكره. يعني كل اللي انت فيه ده ملوش لازمه. كلنا فيه ده ملوش لازمه؟ تقدر تقول لي بابا ممكن يكون ايه رد فعله لما يشوف الصوره؟ لا وكمان تاثر على الانتخابات بتاعته؟ انا مش مصدقه برودك يا عمر. طب اهدي يا بنتي بس. ما انت لو هديتي هتعرفي ان الموضوع ده هايف قوي. بعدين مش منا اللي عرفها اللي تقلق من حاجات زي دي ولا انا غلطان؟ منا القويه المنطلقه اللي تحط صباعها في عين التخين ما دام هي واثقه من نفسها وبتعرف هي بتعمل ايه. صح ولا مش صح؟ بعدين تعالي. مش انت اللي قلتي لي انك بتعملي اللي انت حاساه واللي انت عايزاه؟ ما بيفرقش معاك اي حد صح؟ ايوه يا عمر بس ده طلع غلط برضه. بس انت مستني حد؟ لا ثانية بس انا اشوف مين. ما تقلقيش اوكي؟ انتي بتراقبيني بقى. بابا اللي بعتك صح؟ بقولك ايه مش ناقصاكي، انا اللي جايه من نفسي، لا بابا ولا ماما بعتني وراكي. وما جايه بقى هنا ليه؟ مخنوقه عايزه اتكلم، عايزه اطلع اللي جوايا. عمر بقى كتر خيره هو الوحيد اللي بيستحملني من ايام ما كنا صغيرين، ولا ايه يا عمر؟ اه طبعا. في ايه يا مريم؟ مفيش حاجة. أنا آسفة قطعت عليكم خلوتكم، على إذنكم. استني استني استني، أنت رايحة فين؟ إيه اللي حصل؟ أنا اتهنت. عمر ما حد عمل كده مع أي في حياتي. أبوك يا ست منة كتر خيره هزقني وطردني، كل ده عشان إيه؟ عشان حاجة غصب عني. أنا كنت بس عايزة أساعده مش أكتر. بابا طردك؟ ده طول عمره معجب بشغلك وبيتكلم عليكي كويس قوي معانا. اكيد في سوء تفاهم. لا مفيش سوء تفاهم، هو عنده حق، انا بس اللي حظي وحش، طول عمري حظي وحش. لا يا مريم ما تقوليش كده، ده بابا طول عمره معجب بشغلك وبيتكلم عليكي كويس قوي معانا. والله وكسبت ايه منه في الاخر؟ هزقني وطردني. على اذنكم بابا ما بقاش طبيعي خالص، طول الوقت متعصب والبيت بقى كله مشاكل. وانت رايحه فين انت كمان؟ رايحه اشوف مالك، عايزه اعرف ايه اللي حصل. شفنا احسن تقوم طالعه خبطاني بيها في دماغي. لا كلهم نايمين ما تخافيش. خدي. يلا. الجو يخبل يا مريم، ايه الحلاوه دي؟ نفسي اعرف انت جايبه الجرأه دي منين؟ جرأة ايه يا بنتي؟ انا اوفر، انا ملكه الاوفر. انا على فكره بقى ولا جريئه ولا اي حاجه. انت بس اللي معقده شويه. يا بنت فكي كده، فكي. اعملي كده اللي يطلع في بالك. حتى لو كان غلط؟ غلط؟ على فكرة الغلط ده نسبي جدا يا مريم، يعني في حاجات ممكن الواحد يشوفها صح، ناس تانية تشوفها غلط،
وفي ناس بتعمل حاجات غلط وناس تانية تشوفها صح. من الآخر يعني حوار بيزنطيقي ملوش أي نهاية ولا أي آخر. يلا تشيرز. مالك صرحتي في إيه؟ في عيشة المهببة ديت كل الأيام شبه بعضها. لا هعمله بكرة، هعمله بعد بكرة، عملته امبارح. ملل ملل ملل، حاجة تقرف. وبصراحة بقى أنت واحدة عبيطة. بقى في واحدة في جمالك وشبابك وذكائك تبقى قاعدة كده تعملش أي حاجة، عايشة على الهامش. عايزة نعمل إيه؟ أهج زي أبويا؟ وبعدين يمكن المصير اللي راح له يطلع أسفت مليون مرة، وساعتها هندم ويعدي مني سنتين تلاتة. أخاف أعمل كده. تخافي؟ مريومة، الخوف ده مش للي زينا، الخوف ده للناس الضعيفة. إنما بنات زينا إحنا كل مميزاتنا دي لازم يبقى عندنا طموح، طموح عالي قوي، نطلع آخر دور وندوس على أي حد. حتى لو كانوا بيحبونا؟ إيه؟ بيحبونا؟ يا أختي حبي نفسك الأول. عمرك ما هتعرفي تحبي حد غير لما تحبي نفسك. اسمعي كلامي. أنت ممكن تعملي كده؟ يوه، وأعمل في أبويا أكتر منك. أنت سكرت يا بنت أنتِ. قومي. قومي اتخمدي، قومي اتخمدي. لا اتخمد، ده أنا هتجرد من ملابسي دلوقتي وهنزل البحر. دلوقتي؟ دلوقتي أنا والبحر لوحدينا بالليل. آه ربنا معاكي يا حبيبتي. يا حبيبتي طالما مريم في الموضوع يبقى أكيد الدنيا لازم تبقى مبحكيكة في بعضها. دي مش بعيد تكون ورا موت شيهان. معقولة يا ماما هتقتل صاحبتها وأكتر واحدة بتعتمد عليها؟ ما هو اللي زي دي يا حبيبتي مجرد ما تاخد غراضها من اي حد ترميه في اول كورنر. ده انا لولا انا عقلي مش قادر يجيب ابقى بقول انها ممكن جدا تكون وراها حتة هاشم. بقول لك ايه؟ اعمل لك ساندوتش؟ اعمل لك ساندوتش. تاكل ساندوتش يا حبيبي؟ امك رجعت تشرب تاني. والله ما اسكت. رامي رامي لازم ما تفتحش الموضوع ده دلوقتي خالص لو سمحت. رامي قرف. لا رامي رامي كان لازم تعرف ان احنا عرفنا انها رجعت تشرب تاني. احنا مش ناقصين مشاكل كفايه المشاكل اللي عندنا يا رامي. كان هيحصل ايه يعني لو كنت اتكلمت معاها؟ كان الموضوع هينتهي بخناقه كالعاده. رامي الموضوع ما يتحلش كده، ممكن بقى تهدى ونشوف هنحل الموضوع ازاي. انا زهقت من شغل الطبطبه بتاعكم. خليكي اقعدي تطبطبي عليها كده لحد ما تضيع مننا. كابي ولاش قرف. ما كنتش اتخيل ابدا انها بالقوه دي وبالذكاء ده. اثبتت فعلا انها تقدر تواجه وتخطط وتحارب وتكسب كمان. ده حقيقي. عشان كده عشان تلعبها يبقى لازم تلعبها بطريقه. اول مره شفتها فيها عرفت ان انا بتعامل مع شخص ذكي، شخص لازم تعمل كل ما في وسعك علشان يبقى في صفك مش خصمك. لانه لو لا قدر الله بقى خصمك لازم تستعد لمعركه طويله جدا معاه. يعني خلاص انا اتحرك؟ بعد اللي حصل اكيد لازم نتحرك. مش هنلاقي فرصه احسن من دي عشان تكون نقطه انطلاق، وهنستخدم نفس اسلحتها. مش هي استخدمت الشعب؟ احنا كمان هنستخدم الشعب. شكل واحدة قلبها مجروح.
حبيت تعيش بين البشر ما لقيتش بينهم اي باب مفتوح. كل اللي جاي جايب وجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهارده يا روح ما في بعدك روح. حبيت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها مجروح. حبيت تعيش بين البشر ما لقيتش بينهم أي باب مفتوح. كل مكانه فرحها يروح. ومن النهارده يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين متقدمين وتعلمين قدامي. شر الحريم مش من ما فيه وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. Woo!